عارف يعني خريج كل التربية الرياضية، بدأت أخد دراسات في الكرة الطائرة من سنة 60 على يد المدرب الألماني فيك. اشتغلت في المغرب والكويت والسعودية. الكويت كنت بدرب نادي كاظمة، وكان أول ظهور لي في الرياضة. خدت كأس المملكة للإمارة للشباب والكبار. بعدين لما رحت السعودية اشتغلت في أندية كتير، الهلال، وخدت بطولة المنطقة الغربية، والشباب خدت بطولة المملكة بيه، والوحدة خدت بطولة بطولة فيه. أنا عايش جوا الأهلي على طول، بس ما كنتش بشتغل، ما بظهرش. كنت في النادي الأهلي سنة 78، وأول مرة أكسب الزمالك كان الأنسات. كنا بنخسر لمدة 10 سنين في الأنسات، أما جيت كسبت الزمالك سنة 79-80. كان الماتش الشهير اللي قعد أقل من ساعة كسبت فيه الزمالك 3-0. وبعدين سافرت وتقطعت علاقتي بالنادي بالتدريب. يعني النادي الأهلي حاجة عظيمة، كونك تنتمي إليه في تدريب أو لعب أو حاجة يرفعك في السماء. لما تعوز أي حاجة في مصر سهلة جدا كواحد من النادي الأهلي. والله أنا حققت كل نفسي وأكتر، وكان أعظمها نادي النادي الأهلي. وأنا بقول للناس الجيل الجديد، اهتم بنفسك وبالرياضة هترفعك، وما تبصش للمادة. احنا بقينا نبص للمادة أهم حاجة دلوقتي. بص لشغلك واجتهد فيه تعمل نتائج وتنول كل اللي انت عايزه. والله آخر مرة شفته وأنا باخد الدرع ده من الاتحاد، هو سلم عليا، ورئيس الاتحاد كنت أنا أستاذه، قال لي محمود طاهر أستاذي، دي آخر مرة شفت بها. وأنا أصلا مقل في مروح النادي الأهلي بسبب مرض، وجات لي جلطة في المخ سنة 2010، استمرت معايا في العلاج طول المدة دي. الحمد لله الدنيا عايش، الحمد لله. أنا خدت حقي وزيادة شوية. أنا اشتغلت مدير عام للاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام للاتحاد المصري. أخدت حقي تدريب وإدارة، أطلب لهم التوفيق. ورفعت النادي الأهلي أكتر وأكتر، ربنا يوفقك. أحب أستكمل علاجي تأمين صحي من داخل النادي الأهلي. عايز أقول الحمد لله إن إحنا لسه بصحة، وأرجو إن إحنا ننهي على خير. كابتن
علي رفاعي نجم كرة الطائرة، فقرة رد الجميل كان معانا النهاردة. ربنا يديك الصحة، وده زي ما بقول في أي تكريم في أي حاجة ده بيبقى واجب علينا اللي احنا ما ننساش كل واحد خدم النادي الأهلي. الكابتن علي رفاعي كان معانا في رد الجميل النهاردة، فقرة رد الجميل. دلوقتي هنطلع فاصل سريع وهنستقبل بعدها واحد من أفضل المحللين في مصر وكمان كابتن النادي الأهلي، نتكلم معاه شوية كورة. نطلع فاصل سريع ونستقبل نجمنا النهاردة الكابتن وليد صلاح الدين. الأهلي في مواجهة نارية مع الفيصلي الأردني في الدور قبل نهائي البطولة العربية. على ملعب برج العرب. انتظرونا وتغطية خاصة لكواليس قبل وبعد المباراة. استاد الأهلي غدا الساعة 6:00 مساءً.